هل تجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند زيارة القبور؟ وهل ينفع الأموات؟ جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن عند زيارة القبور يعتبر بدعة لا أصل له في الشرع، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا زاروا القبور يقرؤون الفاتحة أو شيئا من القرآن، وإنما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أو المرور بها أن يسلم عليهم فيقول: والسلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وغدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإذا زار قبرا معينا من قريب له أو من إخوانه المسلمين فإنه يسلم عليه ويذكر اسمه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ويدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا هو المشروع عند زيارة القبور، التسليم عليهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وأما قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر بدعة. جزاكم الله خيرا.